السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم كيف ننصب برنامج اسمه جيني موشن. الفكرة من هذا البرنامج جيني موشن انه راح يعمل بدل الـ AVD Android Virtual Device. طبعا احنا بالدروس السابقة اخذنا فكرة كيف نعمل run للـ Android Virtual Device. فطبعا لا ما اريدك تصير confused، خلي أغير الخلفية حتى تكون واضحة أكثر. عفوا apply okay حتى تكون أوضح. هذا هو الفيرتشوال. جميل. فإحنا الجيني موشن فائدته أنه أسرع بثلاث مرات إلى أربع مرات من الأندرويد AVD. إحنا الأندرويد AVD أخذنا فكرة عنه أنه أندرويد فيرتشوال ديفايس، أنه إحنا بدل ما نربط الموبايل اللي عندنا بالكمبيوتر نستطيع انه احنا نعمل جهاز وهمي اللي هو اندرويد AVD في داخل الاندرويد ستوديو. بعض الناس تشتكي انه من يكون راماتها قليلة او من يكون عندها مالتي تاسك شغل اكثر، يعني فاتحة اكثر من نافذة، تشتكي انه AVD تأخر بالاستجابة او AVD ثقيل جدا او صناعة AVD تاخذ وقت. فانا حبيت انه الدورة تكون اكثر سهولة، حبيت انه الدورة تكون اكثر وضوح، وأنه أوفر لك كل الأشياء ويبقى عليك أنت الوحيد اللي تختار أيهما أفضل. فأنا علي أنه أنطيك كل الأدوات، أوفر لك كل الأشياء، وأنت عليك تختار اللي يعجبك. فلو نجي على Virtual Machine، هذا Virtual Machine نصبين بها Windows 8. الأشياء اللي راح نحتاجها حتى نصب بها Jenny Motion، طبعا بالبداية احنا نجي على جوجل نكتب Virtual Box. نحتاج Virtual Box، فنذهب إلى موقع Oracle Virtual Box وننزل من عنده الإصدار الخامسة. طبعا بعد ذلك تدخل على شوف Virtual Box 5.0.2 for Windows، أضغط عليها، ألاحظ يظهر الإشارة يقول لي Save، فأسوي له Save لحد ما يسوي Download. أني نصبته، يبقى عليك أنت. نجي على التاب الآخر جوجل، راح أحتاج أنه أذهب إلى موقع Jenny Motion. Jenny Motion. اوكي راح اكبر لك حتى تشوفه زين. هذا هو الموقع Jenny Motion. هذا Jenny Motion هو AVD اسرع بكثير من الاندرويد ايميوليتر. فانت عندك الاندرويد ايميوليتر او AVD اللي موجود في الاندرويد ستوديو، ناس تشتكي ببطء من عندها. Jenny Motion سريع جدا، هو نفس فكرة الـ AVD لكن أسرع. لو ندخل على الـ Jenny Motion، موقع Jenny Motion، نصغر شوية نرجع للحجم الطبيعي، ألاحظ في موقع Jenny Motion هنا أكو بوتن يقول لي Get Jenny Motion، أضغط عليها. بعد ما أضغط عليها ألاحظ أنه أكو بزنس اللي هي بفلوس وأكو فري مجانية. فاني أنزل لجوا، طبعا هذا بها الأوبشنات اللي توفر لك إياها، أنه يدعم هاي الأنواع من الأندرويد 2 والأربعة وعندك الخمسة من الأوبريشن سيستم. يدعم الجي بي اس، يدعم الكاميرا أيضا، لكن ما يدعم المالتي تاتش والأكسلروميتر وبعض الأشياء الأخرى ما يدعمها، لكن يكفي أنه إحنا نعمل عليها تطبيق اللي عندنا. بقية الأشياء ممكن نجربها على الجهاز الأصلي، يعني الجهاز الحقيقي. فنجي آخر شيء ننزل For Personal Use Only. أوكي نقول Download. داونلود. ليش الداونلود ما يعمل؟ يمكن اوكي كان يريد وقت. فعندك هنا بالداونلود عندك للماك، جماعة الماك ممكن تنزل Jenny Motion اللي هو حجمه 59 ميجا، وأيضا جماعة الويندوز. في الويندوز عندك هنا Jenny Motion كامل مع الفيرتشوال اللي 126 ميجا، وعندك Jenny Motion وحد البرنامج بدون الفيرتشوال. أنا راح أنزل Jenny Motion بدون الفيرتشوال اللي هو 24 ميجا بايت. جماعة اللينكس أيضا عندكم، جماعة اللينكس عندهم أوبنتو 32 64 وعندهم ديبيان. طبعا أنا كون أستخدم فيدورا نزلت 64.
هذا الملف امتدادها بين اي، بمعنى ممكن انصبها على لينكس، اي نوع نسخه من نسخ لينكس، يعني مو مشكله اذا كنت انت تستخدم مثلا فيدورا او سانتوس او اي شيء، عادي جدا ممكن تستخدمه، يعني لا يخوفك او يقلقك الاسم. فارجع للويندوز، اول ما رحنا على الويندوز، في الويندوز اجي اقول لك get GeniMotion without virtual box، لان انا virtual box نصبته. هنا راح يطلب من عندي شنو؟ الساين ان، انه اسجل. اذا ما عندك حساب ممكن تعمل create account. لما تعمل create account مجرد هنا تكتب الاسم، ايميل، الباسورد، هنا تكتب الكومباني. طبعا هذا شيء اوبشنال، يعني مو شرط تمليها، لا تمليها عادي جدا، بس لكن اكو اشياء اساسيه لازم تمليها. بعد ذلك تقول لك كرييت اكاونت. لما تقول لك كرييت اكاونت راح يبعث لينك، رابط ل ايميلك بها تفعيل، مجرد تضغط عليها يبدا عمليه الداونلود. بالنسبه لي انا اصلا عندي حساب، فكون انه عندي حساب مجرد اضغط عليها واجي اكتب هنا الحساب اللي عندي. إيسا. بعد ذلك اقول له sign in. اقول له yes. لاحظ congratulations. You can enjoy freemium version of GeniMotion. احفظها. اقول له save. طبعا انا اصلا حافظها فما احتاج. اقول له cancel. بعد ما نصبت GeniMotion، بعد ما نصبت اوراكل، شنو الخطوات التاليه؟ طبعا هذا انا حذفت الاي بي اي بالغلط فدي نصب من جديد. خلونا نشوف الوقت، 6 دقائق نوقف التسجيل ونكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.